لن أتحدث عن توفيق الصديق لأن كلمتي ستكون مقصرة في حقه بقدر ما أنا ارتأيت أن أتحدث عن وليده الذي ظهر بعد رحيله. هي كلمة قصيرة عاشقة في هذا العمل. سعيد من أن أكون ممن تورطوا بمحبة في إظهار إلى العلن سرا جماليا يعلن عليه اليوم في مراسيم هذا الاحتفاء والاحتفال المتوج بذكرى توفيق مصباح الذي أحب الكل وأحبه الكل، الحامل لاسمه والموفق بأصدقائه وزملائه ومن أحبوه، والمصباح المضيء لبعضهم الذي رحل دون أن تخفت شعلته. توريط جمالي قادني أن أتعرف على توفيق الخارج عن الكتابة اليومية الصحفي وأتلصص على مفازاته السردية التخيلية المضيئة التي تعيد عجن الواقع في مخبزة عنوانها المرفوع على سقيفة الباب بالخط الواضح خيال واقعي. إنها مخبزة قصص بقدر ما تطل على شوارع الواقعي تفتح أبوابها على عوالم المتخيل والتخيل والمخيلة. ولأن كل عملية كتابة وعن الإبداعية منها أتحدث بالخصوص تعد فعلا تخيليا بالأساس، فيتشترط وعيا كتابيا يلزم صاحبها بإعمال مخيلته في حكي ما يريد قصه على مساحات البياض الشاسعة للورق. كل ورقة هي حقل يسمح بتوليد أشجار وأنساب الخيال المتعددة، ويستقيم الإبداع دون هذا الأخير عقيم هو دونه. فبقدر ما يستند نص توفيق على الواقع وأحداثه بوصفه مرجعا له، فهو يهرب به إلى مستويات من التهكم والصخرة اللاذعة المبنية على تشديد المعمار النصي بشخوص من صنيع خيالاته، لكنها تعمل عمل النقد والانتقاد لما هو حاصل وطارئ. فهي بهذا المعنى تجد لنفسها جذورا في الذي هو خارج الخيال، كأن به يتحول السارد إلى سياسي بالسلب بدل الاندراج والاندماج في صلب تيار سياسي مباشر يعلن عن مواقفه عبر الحبكة الفنية المستندة على لبنات مطاطية قابلة للتمدد بين الخيال وخارجه، بين الواقع ومقابله، بين داخل المخبزة وخارجها، حيث يعد توفيق بروية عجائنه المستخلصة من المتاح والسري في آن ليجعل تنضج في فرنه على مهل. لهذا كان مقلا في نشر نصوصه الإبداعية، لعل أصدقائه المقربين يعرفون الإجابة الأدق. يكتب توفيق بالفلفل الحار نصوصا حارقة لاذعة لا تسعى للمهاجمة لكنها تلسع بقوة، لا يخفف لسعاتها أي لبن إلى تلك النفحات الساخرة التي تتسرب إليها من باب استعارة الواقعي الشديد الحساسية، محولا الأفضية الحية والشخوص الواقعية والأزمنة الحاضرة داخل النص إلى درائع جمالية الغرض منها مضاعفة الحياة. إذ النص رغم كل حمولاته الاجتماعية والسياسية ليس مرآة عاكسة. أقارن مجازفا نصوص توفيق مصباح بأعمال الفنان الصيني يوي مين جون المندرجة تحت لواء الواقعة الساخرة التي أتت نتيجة رغبة الفنانين الصينيين في التعبير الفردي على عكس التفكير الجماعي الذي كان سائدا منذ الثورة الثقافية، مرتكزة أعمالهم الرئيسة بشكل عام على القضايا والأحداث الاجتماعية والسياسية، وذلك من خلال نظرة فكاهية وبعد حوارية للمنظور الواقعي وتفسير المسار الذي سلكه المجتمع الصيني من ظهور الشيوعية إلى التصنيع والتحديث. يسعى توفيق إلى إعادة النظر في الواقع والعالم من حولنا من خلال تلك اللسعات وتلك التهكمات التي
نشرعها منسمة بحليب هيفاء الطبيعي، معيدا التساؤل فيما نعدته طبيعيا وعاديا بهذا المعنى، فهو يعمد إلى تحويل نظراتنا في دعوة جمالية لإعادة الإمعان في الذي هو سائد بنظرات ناقدة ونافذة. لا يبتغي توفيق في نصوص هذه أي اهتداء إلى الواقعية الجافة، لكن بقدر ما يستعين بالواقعية المفرطة فهو يدمغها بالتهكم والسخرية فيما يشبه أعمال الفنانين النحات الواقعيين المفرطين في تفاصيل أعمالهم، لكن نيتهم ليست إعادة تدوير ما هو كائن بل جعله أكثر قابلية للنظر، أو بتعبير بول كلي جعل المرئي مرئيا داخل قوالب متعددة منها التحكم الذي يأتي بوصفه شرطا من شروط الكتابة الجديدة. يضاعف بهذا التوفيق الواقع ويوضحه دون أي مباشرة تثقل النص، لكنه يتبع خطى نهج القسوة منتهكا حرمة الواقع عينه حينما يختلي به في شطآن الخيال الفسيح، غير أنه بدل أن يتنزه ويتجمم في أرخبيل تلك البحار يلبس واقعه سترة القصاة ذوي الغلظة، غير أنهم بدل أن يستعينوا بالأصوات للجلد يستعملون ريشا ساخرة فيما يشبه مشاهد كاريكاتورية، غير أنها مشاهد لا يستعين بأي تضخيم أو تشويه بقدر ما تعمد إلى تخيل الواقع وتسخير الخيال في خدمة القضايا الراهنة والواقعة. لقد كان بهذا توفيق مصباح في نصوصه السردية سياسيا بالسلب وواقعيا في خيالاته متخيلا في واقعه. شكرا.